بيم ان نيوزيلاند بيتكلم هنا الابندكس اتش اي بروجكت بيم اكسجين بلان، ده مثال للبيم اكسجين بلان. بيقول لك على بعض العناصر المفروض تبقى موجوده فيه، فممكن وانت بتعمل لوحدك بدون بليد دوت تنسى حاجه، فهو بيفكرك بيها. انا بيقول لك مين اللي عمل الحاجه ديت، وبعد كده وصف المشروع واسم المالك والمكان بتاعه ووصف للمشروع ونوع العقد والتواريخ التسليمات والاشخاص الاساسيين اللي لو حصل مشكله اتصل بمين، التليفون بتاعهم والايميل، الاهداف من المشروع دوت. كل في حاجات بتبقى لازم تتعمل اوبتمايزيشن اوف ديزاين مثلا، دي لازم. في حاجات ممكن يعني الديجيتال اسيت دي خاصه بالفاسيلتي مانجمنت متوسط مثلا، ممكن واحد يكون عماله عنده هاي، فدي مجرد بس امثله وانت بتشوف ايه اللي انت عايزه. بيم يوزر ريسبونسابيلتي بارتيز، الاستخدامات وايه الاقسام المهتمه بيها، ولو في اي كومنتات خاصه بيها بنبدا نكتبها. البروجكت تيم اديشنال بيم يوز فور ذيس بروجكت، انفورميشن مانجمنت اكسشينج هنتبادل معلومات ازاي، الاستخدام بتاع الحاجه ده الاقسام المهمه فيها النقطه ديت. يعني ممكن في بعض الحاجات ما تبقى مهمه للمعماري والانشائي مش مهمه للام اي بي والعكس، السوفت وير الفيرجن وهكذا. دي هنتبادل المعلومات امتى، ممكن مثلا نتفق ان احنا هنتبادل كل اسبوع والتاريخ التواريخ بتاعتها مثلا كل يوم ثلاث. هنا وحدات القياس كوردينيشن سيستم، الستاندرد اللي احنا هنشتغل عليه، الموديل ستراكشر، الموديل ديسكريبشن دوكيمنت، اللقاءات هتبقى مثلا كل شهر كل شهرين، في لقاء مثلا كيك اوف ده هيتعمل مره واحده، في بيم اكشن بلان ده مره واحده، في ديزاين كوردينيشن لو احنا مثلا ممكن نتفق ان هو هيبقى سكايب لان مثلا في ناس في دول اخرى، البروجكت ديليفرابل الحاجات اللي هتتسلم في اخر المشروع هتبقى باين تديدات، كواليتي كنترول تشيك ايه الحاجات اللي احنا هنفحصها ونتاكد منها على اساس نقول ان الموديل ده سليم، الريفرنس دوكيومنتيشن بما روبي ستاندرد مثلا.